ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء. القول الأول لمن؟ لمجاهد الذي هو أحد طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج. ففهم من هذا أن ما قاله مجاهد ليس قولا له فحسب، وإنما هو قول تلقاه من شيخه الذي هو ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا يؤكد ما ذكره هو رحمه الله من أنه أوقف ابن عباس رضي الله عنهما عند كل آية يسأله عن معناها، فعرض عليه المصحف 3 مرات. والناقل هنا من؟ أبو الجوزاء، وهو أحد طلاب ابن عباس رضي الله عنهما. فأبو الجوزاء اسمه أوس الربعي الأزدي، وهو أحد التابعين. قال كان يلت السويق للحاج. هنا فيه فائدة، وهي فائدة ذكر هذا الأثر مع أنه في سياق الأثر السابق من حيث المعنى هو واحد، لكن من بين الفوائد التي جعلت المصنف رحمه الله فيما أظن لما ذكر قول أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، من بين الفوائد أولا بيان أن هذا القول ليس قولا لمجاهد فحسب، بل هو قول لشيخه. ثانيا بيان عظم تفسير مجاهد وكذا سائر التابعين. لما؟ لأنهم تلقوا هذا التفسير من الصحابة الكرام. ثالثا بيان أن هذا الأثر هو أثر موقوف، والأثر الموقوف في التفسير اختلف العلماء فيه، هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف. رابعا أن كثرة الأدلة تقوي المدلول، فإذا أثبت حكم بدليل ليس كحكم أثبت بدليلين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة. ولذا إذا كثرت الأدلة لا يصبح هذا الدليل من قبيل الآحاد، يصبح من قبيل المتواتر. والمتواتر نوعان، إما لفظي وإما معنوي. ولذا أحاديث الشفاعة والمسح على الخفين من المتواتر معنى، وذكرنا بيتا. فكثرة الأدلة تقوي المدلول، بل إن كثرة الأدلة مع ضعفها يقوي بعضها بعضا، فيرتقي هذا الحديث من الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. الفائدة الخامسة أن ما أبهم في أثر مجاهد وضح في أثر ابن عباس، وما أبهم في أثر ابن عباس وضح في أثر مجاهد. لو رأينا إلى متن الأثرين لوجدنا أن في أحدهما ما ليس في الآخر في بعض الأشياء. في أثر مجاهد يلت السويق لمن؟ ليس به شيء، لكن جاء أثر ابن عباس رضي الله عنهما فبين أن هذا لمن؟ للحاج. في أثر ابن عباس أبهم مآل ما ذكر في حديث مجاهد. في حديث مجاهد بيان حاله، وهو أنهم لما مات عكفوا على قبره. وكلا الأثرين كما سبق يدلان على أن المصنف رحمه الله أراد بهما تحذيرا من الغلو في قبور الصالحين، وأن هذا الغلو يجر الإنسان إلى أن يعبدها من دون الله عز وجل.